نشرة الأخبار من قناة الفجيرة، أهلا بكم ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن حماية المستهلك. محمد بن راشد يشكل مجلس بنك الإمارات للطعام برئاسة الشيخة هند. ومطار الفجيرة الدولي يجري تمرينه السنوي للاستجابة الطارئة لحوادث الطائرات. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح. أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية ممثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح. وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويهدف المرسوم وفق المادة الثانية منه إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقا للوائح الصحية الدولية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان. كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما آخر بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك وعلى الأخص جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله أو تلقيه الخدمة، وتشجيع أنماط الاستهلاك السليم، وتسري أحكام القانون وفق المادة 3 على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلا داخل الدولة ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 36 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة المكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة. ويضم المجلس في عضويته مدير عام بلدية دبي نائبا للرئيس والأعضاء نائب أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام والمدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي وممثلا عن كل من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتومة العالمية ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ويتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها. كما تضم العضوية المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كافة الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني لمختلف قطاعاته. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حساب سموه الرسمي على منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك بهدف تعزيز تواصل سموه مع فئات النشء والشباب في إضافة نوعية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يتفاعل من خلالها سموه مع الملايين من متابعيه في الدولة والمنطقة والعالم. وقال سموه أول من أمس في تغريدة عبر حسابه في تويتر: أطلقت اليوم أي أول من أمس حسابي الرسمي على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع. نريد أن نكون حيث يكون الناس ونريد بناء محتوى عربي إيجابي ونريد أن نستمع للشباب ونسمعهم قصتنا. يشكل الحساب الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على المنصة العالمية المتخصصة في المحتوى التفاعلي المصور جسراً جديداً للتواصل مع اليافعين، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على التواصل مع مختلف الأجيال، إذ يقدم الحساب الجديد لسموه مواد متنوعة قيمة تتفاعل مع تطلعات الشباب وتتبادل الأفكار معهم وتلهمهم من خلال نشر مقاطع من مسيرة سموه عبر 50 عام في القيادة والإدارة وبناء الأمم. كما سيعرض الحساب مقتطفات من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم التي وثق الكثير منها في مؤلفاته. هذا وحقق أول فيديو نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه الرسمي على تيك توك 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على نشره. وأرفق سموه الفيديو بعبارة: في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا، عندما تستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض. People slow down. For example, if my team do something very good, they say, okay, Sheikh Mohammed now happy, I will go to slow down, take rest, slow down, take rest. So I wrote in this, I said, every morning when the gazelle wake up in Africa, he makes sure he outrun the fastest lion or he be killed. I said, every morning in Africa, when the lion wake up, he makes sure that he outrun the slowest gazelle or he be stopped. In United Arab Emirates and Dubai, I don't care if you are a gazelle or lion. When you wake up, you better start running. When you wake up, you better start running. في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم الدول الشقيقة والصديقة ومساعدتها في القطاع الصحي للتصدي لجائحة كوفيد-19، تم إرسال طائرة مساعدات عاجلة إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تحتوي على أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس، إضافة إلى فريق طبي متخصص، وذلك لدعمها في احتواء جائحة كوفيد-19. وقال حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية: تقدم دولة الإمارات المساعدات لموريتانيا اليوم في إطار دعم جهودها الدؤوبة في مكافحة كوفيد-19، مضيفا أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، منوها إلى أن موريتانيا الشقيقة تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات من دولة الإمارات في مجال مكافحة كورونا، حيث تم إرسال طائرتين تحملان 22 طنا من المساعدات الطبية لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات كوفيد-19. وقد قدمت دولة الإمارات حتى يوم أمس أكثر من 1685 طنا
من المساعدات لأكثر من 121 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن التحديات التي واجهها العالم خلال جائحة كوفيد-19 برزت خلالها أهمية العمل معا ضمن المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف مثل رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من أجل تحقيق الازدهار وتجاوز العقبات والنهوض بأجندة التنمية. جاء ذلك في كلمة سموه خلال الاجتماع الوزاري 20 للدول الأعضاء في الرابطة والذي استضافته دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. لأنني سعيد بأننا تمكننا خلال السنة الماضية من الحفاظ على زخم العمل المشترك لإنجاز المبادرات الرئيسية لرابطة أيورا. عملنا بروح الفريق لمواجهة التحديات المشتركة التي واجهتنا خلال هذه المرحلة. فقد تمكنت رئاسة الرابطة بتعاونكم وبتعاون الدول الأعضاء وشركاء الحوار من توظيف المنصات الافتراضية لعقد الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية، مما مكن الرابطة بتكاتف الجميع من التقدم في خططها وأعمالها والاستمرار أيضا في دراسة توسيع قاعدة عضويتها لضمان بقاء شمولية الرابطة وانفتاحها تجاه الجميع. زملاء الكرام، مع الإشادة بقدرتنا على التكيف خلال هذه المرحلة الدقيقة، أستطيع القول أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل في مسيرتنا نحو التعافي والازدهار، وهو ما يزيد من إيمان دولة الإمارات بشعارها لرئاسة الرابطة نحو مستقبل مشترك ومزدهر لمنطقة المحيط الهندي. فقد أبرزت التحديات التي واجهناها أهمية العمل معا ضمن المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف مثل رابطة أيورا من أجل تحقيق الازدهار وتجاوز العقبات والنهوض بأجندة التنمية. ها نحن اليوم نلتقي مجددا للعمل معا في سبيل دعم مسيرة التقدم وتطوير الحلول البناءة لتجاوز التحديات في مختلف أرجاء منطقة المحيط الهندي. هدفنا جميعا التعاون في مجالات الأمن البحري والسلامة البحرية وتيسير التجارة والاستثمار وتطوير الرعاية الصحية، وبهدف دعم هذه الجهود وتعزيز رابطة أيورا في تضييق الفجوة بين الاقتصاديات المتقدمة والأقل نموا في الرابطة. نتطلع في دولة الإمارات إلى مبادرة الدول الأعضاء بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح صندوق التنمية البشرية للرابطة والتي تقدمت به الدولة خلال توليها لرئاسة الرابطة. نحن في دولة الإمارات مؤمنون بهذا المشروع وننظر له كأحد المسرعات والممكنات الرئيسية لأجندة الرابطة خلال السنوات المقبلة. وعقب كلمة سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان، ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة الاجتماع الوزاري 20 للدول الأعضاء في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وفي الختام تم اعتماد الطلب الذي تقدمت به جمهورية فرنسا للانضمام إلى عضوية الرابطة لتصبح العضو 23 في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أجرى مطار الفجيرة الدولي تمرينه السنوي للاستجابة الطارئة لحوادث الطائرات التي قد تحدث عبر اختبار فعالية الوحدات والإدارات التابعة للمطار واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتجهيز الموارد والإمكانيات والخطط لمواجهة حالات الطوارئ التي تحدث في قطاع الطيران، وذلك عبر التنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني. ويحاكي التمرين الذي نفذ في ظل انتشار وباء كورونا ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والشروط الصحية الخاصة، يحاكي سيناريوهات حالة عطل فني في العجلات الأمامية لإحدى طائرات الركاب مما تسبب أو يتسبب في هبوطها بصورة اضطرارية وحدوث إصابات نتيجة لذلك.
حيث أظهر المشاركون قدراً عالياً من الاستجابة في التعامل مع حالة الهبوط وبشكل قياسي من خلال تنفيذ عملية الإطفاء وإخلاء المصابين وتأمين الطائرة وتنظيف المدرج وإعادة فتح الحركة الجوية من جديد، وذلك عبر التنسيق مع جميع الأجهزة المختصة والجهات المعنية للتأكد من مدى الامتثال إلى المتطلبات التشريعية والمعايير المحددة في اللوائح المحلية والعالمية في التعامل مع هذه الحوادث والهادفة لحماية سلامة الركاب والطائرات وفق اشتراطات المنظمات الدولية المختصة. نشرت النيابة العامة للدولة سب مادة فيلمية توعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية. وأشارت النيابة العامة إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز ثقافة التسامح ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أيا كانت طبيعتها عرقية أو دينية أو ثقافية، حيث ضمنت ذلك في دستورها الذي يستند إلى مبادئ احترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته وسلامته بدون تمييز. وترجمت هذه القيم والمبادئ من خلال التشريعات والقوانين التي حرصت على سلامة أفراد المجتمع وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، من أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يحظر الإساءة إلى الأديان والتمييز والعنصرية ويجرم كل قول أو فعل أو عمل من شأنه إثارة خطاب الكراهية. عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية وفقاً للمادة 12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو إسطوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وذلك بقصد ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حاز أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج لاستخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك. واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الشتوية للمتأثرين من تداعيات البرد في إيطاليا، وقامت الهيئة بالتعاون مع سفارة الدولة في روما بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج المساعدات الشتوية في مدينة نابولي والمدن الأخرى في جنوب الجمهورية الإيطالية. تأتي هذه المساعدات ضمن برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه الهيئة في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمتأثرين من موجات البرد والأحوال المناخية في 25 دولة حول العالم. ثمن رئيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي الإيطالي مبادرة الدولة بتقديم المساعدات للمتأثرين من ظروف الشتاء في بلاده، مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من دولة الإمارات تجسد مشاعر التضامن بين البلدين، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان على توجيهاته الكريمة بتنفيذ برنامج المساعدات الشتوية لتخفيف المعاناة الناجمة عن الظروف المناخية في هذا الفصل من السنة، متمنياً الخير والسلام لدولة الإمارات قيادة وشعبا.
وإلى الأخبار الإقليمية، حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس. قال المصدر المسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة العربية السعودية فيسمح لها بالمغادرة. كما قررت حكومة المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا أيضا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوع آخر. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام نشرة، نترككم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.